الآن مع المشهد الثاني، مشهد القاسم بن الإمام الحسن عليه السلام. رغم صغر سنه، عمره كلش صغير 8 سنوات، أبى إلا أن ينصر الإمام الحسين عليه السلام. والآن مع مشاهدة المشهد الثاني، فاستقبلوا الممثلين بالصلاة على محمد وآل محمد. نعم يا بني. إذن لي يا عمّاه حتى أقاتل هؤلاء الأعداء. يا ابن أخي، أنت العلامة من أخي الحسن. أرجوك يا عمّاه، أرجوك. تقدم يا ابن أخي، نصرك الله. من هذا الغلام؟ إن تنكروني، إن تنكروني فأنا ابن الحسن، صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير المرتهن، بين أناس لا سقوا ماء المزن. أيها الجند، نعم مولاي، تقدموا لقتال. خرج غلام كالقمر من خيام أبي عبد الله الحسين، في يديه السيف، عليه قميص وإزار ونعلان، قد انقطعت إحدى نعليه، ما أنسى أنها اليسرى. يا حميد ابن مسلم، والله لا شدن عليه. سبحان الله، وما تريد بذلك؟ دع، ألا يكفيك هؤلاء القوم الذين احتوشوه؟ والله لا شدن عليه. فشد عليه فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف، فوقع الغلام لوجهه صارخا، فجاء الحسين مسرعا غاضبا وضرب قاتله عمرو بن نفيل الأزدي بالسيف حتى قتله، وانجلت الغبرة، فرأيت أبا عبد الله الحسين جالسا على رأس الغلام، والغلام يفحص برجليه الأرض. بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدك وأبوك. عز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك صوته. هذا يوم والله كثر واتره وقل ناصره. ثم حمله، فكأني أنظر إلى رجلي الغلام تخطان في الأرض، وقد وضع الحسين صدره على صدره، فجاء به حتى وضعه مع ابنه علي بن الحسين، وحوله قتلى من أهل بيته.